صباح النور. صباح الورد والياسمين وسميرة. صباح الخير عليكم مشاهدينا. إذا اليوم حاضر معنا منشد في قمة الروعة، هو صحيح. سفير الموسيقى المغربية الأصيلة صحيح. في أوروبا وفي العالم ككل، حاضر معنا من الديار البلجيكية، حاضر معنا رفيق الماعي. مرحبا بسي رفيق الماعي، تنتسناو دائما، تنتسناو صباحية دوزة، تنتسناو بالجديد ديالو هذه المرة. وهذه المرة جينا بفيديو كليب حصري ديالنا، والمنشد ديالنا ليس إلا السي رفيق الماعي اللي تيشرفنا دائما بالحضور ديالو في صباحية دوزة، مقسمة تيجي عنده تيكون عنده الجديد. الجديدة سميرة أكيد فنان كيف ما قلنا كيتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة في المغرب وخارج المغرب، هو سفير الموسيقى المغربية الأصيلة خارج المغرب بدول أوروبا ككل، فنان متعدد المواهب اللي ما كيعرفوش عليه، فهو من غير أن الصوت ديالو تبارك الله اللي واصل لكل القلوب ولكل الجماهير، فهو كيعزف على عدة آلات موسيقية، كيكتب كيلحن وكيدير حتى التوزيع الأعمال ديالو. فحاضر معنا بالجديد ديالو السي رفيق الماعي. صباح الخير ورمضان كريم، بالصحة والسلامة، واش متمنيتي؟ صباح الخير سميرة، ليلى الضيفة الكريمة، رمضان كريم وشكرا على هذه الاستضافة النيرة، رمضان كريم على جميع الأمة الإسلامية وكل الشعب المغربي وخصوصا مغاربة العالم. مرحبا بك، أنا عرفتك جينا اليوم من الديار البلجيكية، فكيفاش كعامل الأجواء ديال رمضان ببلجيكا؟ وبلجيكا بحال المغرب يعني بحال المغرب يعني كما تعلمون يعني اكبر جاليه قطنيه يعني في أوروبا. المدينه في اوروبا في المدينه يعني هي جاليه مغربيه في بروكسل، وبروكسل كاين يعني كل شيء، كاين شباكيه والتمار كل شيء كاين، انتما كتخبطوا هذه الحرير على برا وكل شيء كيتعدى على برا، والملوي وكل شيء الملوي مزيان بهذه الاجواء قريبه للمغرب. نعم يعني اللي كيتوحش في المغرب في اوروبا كيجي بروكسل. اذا السي رفيق الماعي تبارك الله عليك، وكنشكرك دائما على الجديد ديالك اللي كتجي دائما، حنا اكتشفنا الصوت ديالك في صباحيات، حتى الجمهور ديال صباحيات تكتشفك من خلال الاعمال ديالك اللي كتجيب لنا دائما. اليوم جبنا عمل رائع جدا اللي تصور بالمغرب وتصور بمدينه طنجه، الو سميتو نبي الهدى. فيديو كليب زوين، غادي نخليك تقربنا منه اكثر السي رفيق. نبي الهدى، هو كيتحدث على مناقب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وخصاله واخلاقه. ونبي الهدى يعني خصوصا عملته يعني في مدينه طنجه، وقصدت الاماكن التاريخيه لمدينه طنجه باش او ميم طون يعني نبروموفوار يعني نروج او نعش يعني للسياحه يعني بالنسبه للناس اللي يشاهدوا في الخارج يشاهدوا يعني السياحه يعني في مدينه طنجه. وكذلك هذه البلايصات هذو ما يمكن يعرفهم الا رفيق الماعي لانك انت وليد طنجه. نعم داكشي وعملت واحد السيل يعني مجيز ما بين الاحساس الموسيقى التركيه ويعني الموسيقى شويج ديالنا حليه ديال يعني ديال المغرب. فالفيديو كليب هو من الانتاج ديالي يعني اوتو فينونسمون كنقولوا حنايا يعني الاول كاتب كلمات والالحان وانتربريتاسيون يعني الغناء ديالي. نعم. اول مره كتكتب وكتلحن نفسك؟ لا كتبت يعني عملت كليب قبل هذا، عملت واحد كليب على هديه لكل الامهات يعني امي. تاهو من الكتابه ديالي والالحان ديالي والتوزيع كتب. تبارك الله عليك. هو هذا العمل اللي جيتينا به نبي الهدى هو هديه لكل جمهور ديال رفيق الماعي طبعا. نعم. علاش اختاريتي بالضبط هذا الشهر باش تنزل هذا العمل هذا؟ ويعني هذا الشهر هذا هو مناسب يعني لهذا الاعمال بحال هذه يعني، وخصوصا هذا الشهر هذا شهر الفضيله وشهر يعني يعني التقوى والغفران. ف ما كاين محسن منه شهر، ما كاينش محسن منه. في الفيديو كليب كنشاهدوك مع مجموعه ديال الاطفال ياك؟ نعم. واش هاد الوليدات يعني في الاصل انت كتدرس الموسيقى ولا لا؟ انا في بروكسل كندرس الموسيقى يعني في مركز الشباب يعني في الاكاديمي ميوزيكال كذلك، واضافه كنعملوا واحد دائما واحد كل خميس كان يعني الابناء الجاليه كنعلموهم التراث ديالنا الاندلسي المغربي الصوفي. تشكروا دوك هذوك الوليدات بصح كتدرسهم الموسيقى. هما اصلا هذوك الاباء ديالهم كذلك منشدين كذلك ويعني في الميدان كذلك، وتبارك الله عليهم حتى هما ماشيين يعني على الدرب يعني ماشيين.
تبارك الله. الا غادي نقولوا الالات الموسيقيه اللي وضفتي هذه المره مغيره تماما على اللي مولف ولا دخلتي شي حاجه جديده؟ لا دخلت الات الكرالينيت، يعني الكرالينيت اله عندها احساس كبير يعني، وخصوصا عندما يعني كيعزف عازف تركي يعني كيعزف هذه الاله هذه، فكاين واحد الاحساس، كاين واحد يعني التناسق بين الكلمات والالحان، دونك ان شاء الله كتوصل للقلب. كتوصل للقلب يعني الكلام اللي كيخرج من القلب كيوصل للقلب. اكيد اكيد. غادي نخليو المشاهدين يستمتعوا بهذه الكلمات الجميله الراقيه اللي جانا بها السي رفيق الماعي من خلال الفيديو كليب الجديد ديالو اللي نزل هذا الشهر الكريم نبيه الهدى، ونرجع نكملوا الحوار ديالنا معاه. نبينا عادي المقام، شفيعنا يوم الزحام، نبينا عادي المقام، شفيعنا يوم الزحام. يا خير الأنام، يا بدر التمام، يا نور الظلام، يا محمد صلوا على نبي الهدى، صلوا على شفيع الورى، صلوا على حبيب العلا، صلوا على إمام. رفيق معي تبارك الله عليك، عمل جميل جدا. المشاهدين يمكن لهم يكملوه ولا يشاهدوا على اليوتيوب ونزل. نعم نعم، يعني يعني يكفي ان يعملوا نبي الهدى، رفيق معي نبي الهدى، ويطلع لهم يعني. وحتى على القناه الثانيه راه كيتبع طبعا. تبارك نعم الله نعم كيشاهدوا كل يوم. احنا قربنا من الاجواء ديال رمضان، انا عارفه بان عليك طلب كثير لا في المغرب ولا في تركيا ولا في بلجيكا. نعم. ففين غادي يلقاوك المشاهدين اكثر؟ فين كاين هذا رمضان الحضور ديال السي رفيق الماعي؟ الحضور يعني الحضور في بلجيكا يعني يعني عندي يعني سيري ديال الحفلات يعني والسهرات يعني في بلجيكا، وكاين بعض المفاوضات جاريه الان في المغرب ان شاء الله نعملوا شي سهره، يعني شي سهره ان شاء الله بالمناسبه ديال رمضان الكريم يعني ان شاء الله. غادي تكون شي حاجه جديده من بعد رمضان كتوجدها السي رفيق؟ طبعا طبعا، كنوجد واحد ثلاثه الاغاني يعني في هذا الستيل يعني الموسيقي هذا، يعني بمواضع اخرى يعني بمواضع اخرى. ملتزم الملتزم طبعا دائما. الملتزم وكل ما هو جميل يعني ماشي يعني كل ما هو جميل، ان الله جميل يحب الجمال. فوالا اكيد اللي وحنا ما غاديش نخليوك تمشي بلا ما نسمعوا الصوت ديالك، لان صوت عندك ما شاء الله الله يحفظه لك. شي اهداء منك لكل الجمهور اللي كيشاهدنا في هذا الصباح ديال رمضان، ولا نختموا به ان شاء الله. وكنشكركم على الحضور ديالك من الديار البلجيكيه. انا اللي كنشكركم وكنشكرتينا ونورتينا على الديما. كنشكر جميع المشاهدين اللي كيتابعونا دابا يعني سواء في المهجر او في المغرب او في اي مكان ان شاء الله. مرحبا بك. قبل ما تجود علينا بالصوت ديالك اضرب موعدا للمشاهدين غدا ان شاء الله، عندكم موعد مع فقره امومه، غادي نتكلموا على الاسهال عند الاطفال. سي نبيل عياشي غادي يحدث لنا على القزبر اليابس والطري. فقره الدين غيكون معنا الحاج الاستاذ الدمسيري، غادي نتكلموا على الفديه على الصيام. الكل والمزيد، صباحيه دزام، نهاركم مبروك وصيامكم مقبول باذن الله. تفضل سي معي. ما في الضمير ويا معه أنت المعد لكل ما يتوقع، يا للشدائد كلها، يا من
إليه المشتكى والمفزع يا من خزائن رزقه في قول كن أمنون فإن الخير عندك أجمع يا رب يا رب ما شاء الله عليك.